من أسباب السعادة الزوجة الصالحة. إي والله، خير متاعها الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك من أكبر عذابات المؤمن يوم أن يكون في بيته امرأة ولاجة خراجة كثيرة الخروج، بسواق وقلطات، أو لسانها طويل، أو غضوبة، أو لا تشكره. 20 سنة في الخبر يوديها كل جمعة وسبت للأسواق، اليوم هذا رفض يوديها، قالت من شفت وجهك ما شفت خير. يا أخي وين راحت 20 سنة؟ هذا هو طبعه، يكفرنا العشير. ولذلك السعيد منا من كانت مؤمنة تقية. ولذلك كيف تكون المرأة صالحة؟ اللي ما تزوج منكم أحبابي إياك أن تبحث عن صاحبة الجمال والمال والمنصب قبل أن تكون هي صاحبة دين. ذات الدين قرة العين، وذات الجمال بلا دين تقور العين. ولذلك بعض النساء جمالها ليس لزوجها، والدليل إذا جت تطلع مسكرة وكحل وظل وروج وخدود وعطر، وعنده كمون بصل بقايا قشر الثوم، تتجمل لغيره لا تتجمل له. ولذلك المؤمنة الصالحة هي التي تستقصي أعلى جمالها أمام زوجها. ولذلك قرة العين الزوجة الصالحة. إذا كنت تزوجت وانتهت لم ينتهي كل أمر. الزوجة تحتاج إلى تربية، تربية يعني برفق، تدعوها للخير، حضور المحاضرات، دور التحفيظ، الدعاء لها، نغير أخلاقنا معها، نكرمها، نتبسم في وجهها، عشقي يا فلانة وأمنيتي أن ألتقي بك في خيمة من خيام الجنة، أمنيتي أن أتجاوز الصراط معا ونلتفت إذا أبناؤنا قد تجاوزوا الصراط معنا ونلتقي على باب الجنة. أسر تربى بهذا السمو والله إنهم سعداء. والتي هي تبكي عشان التنورة ضاقت أو توسعت أو ما ذهبت إلى خالتها أو لزواج أختها أو غيره، أخشى أن يكون الإنسان في عذاب وهو يعتقد أنه في خير.